مشاهدينا الكرام، كثير من التحديات الاقتصادية ما تزال موجودة ومطروحة في حياة المصريين وعلى أجندة أعمال الرئيس المقبل. عبر الهاتف تنضم إلي دكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. دكتورة بسنت، أهلا بك ومرحبا. إذا يعني هناك إنجازات حقيقية وملموسة اقتصادية على الأرض، أعتقد أنه المصريين لمسوها والمصريين اختاروا هذه الإنجازات في هذه الانتخابات، لكن أيضا قدرة الفرد على تحقيق مستوى أفضل ومجابهة الأسعار. يعني أصبحنا لا نتحدث كثيرا عن ضرورة أن تنخفض الأسعار، لكن على أن يستطيع المواطن أن يقوى على أن تكون القوة الشرائية لديه قادرة على الحياة الكريمة. ماذا سيتم فعله وماذا يمكن فعله خلال السنوات المقبلة؟ هناك تحديات أساسية أمامنا جميعا وكلنا فاهمينها. أكبر تحدي هو خلق فرص عمل لأكثر من 1,000,000 شاب كل سنة. ده تحدي كبير قوي طبعا، سواء كان بقى جوه القطاع العام أو القطاع الخاص ما تفرقش، إنما ده تحدي كبير. ولذلك المشروعات الكبيرة اللي بتتعمل يبقى الغرض منها إنك تخلق فرص العمل دي على مساحة الجمهورية كلها، يعني على 27 مخصص. التحدي الثاني اللي مهم قوي كمان طبعا امام النظام الجديد هو الامن الغذائي. ده موضوع صعب ومعقد لانه بيرتبط مش بس بتطوير الزراعه وبالميه، وعايز اساليب حديثه في، وده بيخلق صحيح فرص عمل لكن من ناحيه ثانيه ده تحدي كبير قوي. التحدي الثالث اللي هو مرتبط بالاثنين دول هو الاستقرار الاجتماعي. ازاي هتقدر تعمل استقرار اجتماعي على دوله حجم سكانها اكثر من 100,000,000؟ الحجم الرابع، التحدي الرابع الحقيقه ايضا هو محاربه الارهاب والاستقرار والامن. ده برضو تحدي كبير قوي. التحدي الخامس ازاي هقدر اطور التعليم والصحه وادي خدمات نقل ومواصلات افضل. يعني الفتره الجايه ما هياش فتره بسيطه، دي عايزه تكاتف وشغل من كل افراد الشعب لانها تحديات كبيره. الدولة بتعمل ايه؟ الدولة بتعمل الحقيقة الجزء الخاص بيها اللي هي البنية التحتية، سواء كانت تشريعية او كانت بنية تحتية حقيقية زي طرق وقطارات والى اخره، لكن في تحديات كبيرة قوي في الفترة الجاية. طيب، كلها مرتبطة ببعضها. دكتورة، حضرتك ذكرتي خمسة تحديات، لكن يعني حتى اذا نجحت الحكومة في خلق 1,000,000 فرصة عمل زي ما حضرتك تحدثتي، قدرة المواطن على الحياة ومجابهة الأسعار التي ارتفعت كثيرا بعد تحرير سعر صرف الدولار، وبالتالي يعني هناك مشكلة في قدرة، كنا نتحدث عن رواد الأعمال، عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ربما يعمل الناس لكن هل يستطيعون الحياة ولا لا؟ أعتقد أنه ده يعني محتاج لوصفة. شوف حضرتك، عمر الأسعار ما هتنزل بقرار ولا بقانون، الأسعار هتنزل بزيادة الإنتاج. كل ما هنزود الإنتاج وكل فرد فينا يزود من دخله تتوازن الأمور، لكن التحديات اللي أنا ذكرتها لحضرتك هي دي اللي بترفع الأسعار. الأمن الغذائي صح، المواصلات، كل ما المواصلات كانت مكلفة ده بينعكس على المنتج. التوسع، انك بتخلي ناس تسكن في 27 محافظه بدل ما يتركزوا في 5-6 ويضطروا يتحركوا ويخلقوا ازمات. يعني التحديات اللي انا ذكرتها ليها تفاصيل اكيد، لكن اللي بيقوم بيها المواطن قبل الدوله، لان دي تحديات مش بسيطه. انا عاوز انزل الاسعار، لازم انتج اكتر، ما هيش حل، مش هتنزل بقرار. يعني عاوز اعيش حياه كريمه، لازم اشتغل شغلتين بدل شغله واحده. وفي حاجات كتير احنا في الفتره الجايه الحقيقه عاوزين نتكلم عنها، الناس اللي بتفضل قاعده سهرانه لغايه الفجر على القهاوي، يعني احنا في حاجات كتيره شايفين في سلوكياتنا لازم نبتدي نبص عليها. نشتغل اكتر مما اننا نريح اكتر. وانا متاكده ان كل مصري فاهم هيقدر يعمل ايه في الفتره الجايه، لكن بكرر، عمر الاسعار ما هتنزل بقرار من الحكومة. إذا كانت الناس مستنية قرارات هتنزل إزاي بقرار؟ هتنزل بالإنتاج. ولذلك لما يجوا يقولوا الحل إيه؟ أقول لهم الإنتاج، 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 العمل، 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 بس مفيش حل تاني.
يعني يبدو انه يعني هذا هو نفس المشكله او نفس الاشكال اللي كان موجود منذ سنوات، يظل هو الموجود. لابد من تغيير سلوك المصريين، لكن ايضا اعتقد انه منظومه القوانين وفتح المشروعات واعاده تشغيل المصانع وما يحدث اساسا في الحياه الاقتصاديه المصريه، على الاقل اتاحه الفرصه، افساح المجال في الطريق، وعلى المصريين الخطوه التاليه، يعني على المواطن. يعني شوف حضرتك مثلا، احنا انا هكلمك بخطوط عامه. فلسفه اداره الاقتصاد اتغير. الدوله هتدعم الانتاج مش هتدعم الاستهلاك، عشان الناس تبقى فاهمه. اللي عاوز يشتغل هو اللي هيدعم، هيدعم عن طريق اراضي، ورش، تدريب، كهرباء ونور مخفض. هندعم كل ما تسهيلات من البنوك، ده اللي هيدعم. اللي عاوز يشتغل الدولة هتدعم كل ده، لكن فكرة دعم الأكل أو دعم الاستهلاك، جانب الاستهلاك، قعدنا دولة استهلاكية 60 سنة، ده الحقيقة مش هيستمر إلا للطبقات غير القادرة، يعني حالات طبعا في فئات في المجتمع عمرك ما هتمنع عنها هذا الكلام، وده معلوم، لكن مش هيبقى كده عن المشاع كل المصريين يستفيدوا من دعم الكهرباء ودعم النقل ودعم التليفونات والمواصلات. لا، في فئات بسيطة وفي طلبة وفي عجزة، هم دول اللي يستحقوا. يعني لما يجوا دول المواصلات هتغلى، أقول لهم الطلبة لا، السيدات المعيلة لا، الرجالة اللي فوق الستين لا، واللي عندهم ظروف خاصة اللي هم يعني المعاقين. غير كده ما فيش حاجة اسمها أدعم لهم نقل. يعني عندنا تاريخ طويل استفاد من الدعم، غيروا مستحقين، وطبعا لابد من اصلاح ده، لذهاب كل الدعم الى المستحقين، ده في الجانب الاستهلاكي، لكن دعم الانتاج هو فعلا الاهم. دكتوره شرفتيني، شكرا جزيلا على وجودك معي على الهواء. دكتوره بسنت فهمي، عضو لجنه الشؤون الاقتصاديه بمجلس النواب.